معي تقريبا 15 يتيم ابناء بناتي ازواجهم شهداء، وعندي عائلتي بالاضافة لهم، يعني عائلة كبيرة تقريبا نحن فوق 20-22 شخص المعدل العام. الحمد لله رب العالمين، في عندي بعض الأمتعة ببيع منها، في عندي سيارة بعتها، في موتور، في كذا، أدبر حالي. بس في عندي ناس هون بالمخيم لا حول ولا قوة، يعني حتى صدقا ربطة خبز ما معهم يشتروها. نطلب من الله الفرج، أنه الله يفرجها ويرجعنا لبلادنا، يعني هاي أهم شيء أنه نرجع لبلادنا. ما بدنا لا منظمات ولا بدنا حدا، بس الله سبحانه وتعالى يشيل هالغمة عنا وعن المسلمين ويرجعنا على أوطاننا.